نستأذن منك باش نرجعوا لزميلتنا ناديه رتيبي في هذا الربط المباشر من تالا ثلوج، وحقيقة يعني أجواء تصفها لنا أنت خير. ناديه نجدد لك التحية، صباح الخير مجددا من تالا ناديه. نعم اهلا بك من جديد زياد. طبعا كما تشوف الاجواء معناها وصوره لا تستحق التعليق. حاليا فما نزول كميات تعتبر كبيره من الثلوج مقارنه بليله البارح واليوم الصباح. هذه منطقه الشار، ونعرف انه تالا ترتفع على سطح البحر اكثر من 1000 متر، وهذاك اللي يخلي ديما انه تشهد نزول كميات من الثلوج بالطبيعه بعد سنوات من الجفاف. نعرف انه تقريبا من 2019 لم تسجل تالا نزول ثلوج، وايضا كميه الامطار على مستوى كامل ولايه القصرين كانت محدوده جدا، الامر اللي خلى الجفاف معناها ياثر على الاراضي وعلى القطاع الفلاحي بتالا وبولايه القصرين ككل. هذه بشرة خير رغم قساوه الطقس، وحاليا في تالا عندنا تقريبا درجه، وكان اليوم الصباح الا 3 درجات بتالا والا 2 درجات بولايه القصرين، اغلب مناطق ولايه القصرين. الثلوج ما زالت متواصله، فما تحذيرات للجنه المحليه لمجابهه الكوارث معناها لتفادي حدوث كوارث لا قدر الله نتيجه نزول كميه الثلوج اللي من المتوقع انها تكون باكثر كثافه اليوم العشيه. منطقه الشعر من المناطق اللي تكون فيها ديما كميه ثلوج كبيره مقارنه بالمناطق الاخرى باعتبار العلو متاحة. حاليا ما زالت حركة المرور معناها طبيعية، ما فماش معناها غلق للمسالك أو للطرقات بتالا نتيجة تراكم الثلوج. فما استعدادات لمجابهة موجة الثلج والبرد بتوفير آليات ثقيلة للتدخل من قبل تجهيز فيها المعدات اللي تعود إلى القطاع الخاص وأخرى تعود إلى القطاع العمومي. أكثر تفاصيل مع السيد جوهر الشعباني معتمد تالا ورئيس اللجنة المحلية لتفادي الكوارث ومجابهتها. سي جوهر مرحبا بك. ممكن مؤشر خير وبشائر خير نزول الثلوج، ولكن ديما الصعيب على الناس اللي ساكنين في المناطق الريفية كيفاش استعد يعني كان فما الاستعداد باش نحاولوا ما نوصلوش لعزلة هذه المناطق في معتمدية تالا والمعتمديات المجاورة. صباح النور، مرحبا بكم في تالا. كما ذكرت الأخت نادية، تقريبا منذ أعلان المعهد الوطني للرصد الجوي للبلاغ الصادر عنه الأسبوع الفارط، اللجنة المحلية بتالا في حالة انعقاد دائم لمتابعة التقلبات الجوية هذه. طقس اليوم بارد، من البارح تقريبا صبت كميات متوسطة من الثلوج تقريبا 5 سنتيمترات. هذه الفلاحة مستبشرين به، ولكن تم استعدادات على مستوى الامكانيات الماديه والبشريه في اللجنه المحليه للتدخل عند ضروره. ما صارتش عندنا اشكاليات على مستوى الطرقات او على مستوى مناطق معزوله في الارياف، ولكن احنا نتبعوا في الوضعيه على عين المكان للتدخل عند ضروره بالامكانيات المحليه او بمساعده اللجنه الجهويه او زاد وقع تسخير المعدات من المصانع الموجوده بتالا خاصه المعدات الثقيله. دونك زاد خدمنا على الوضع الاجتماعي خلال الفترة هذه بتوزيع مساعدات عينية تتمثل في أغطية وحشاية ومواد غذائية للعائلات المحتاجة والمسنين الفاقدين للسند بالتنسيق مع الشؤون الاجتماعية والسادة العمد. دونك قاعدين نخدموا إن شاء الله نعاونوا المحتاجين والمناطق المحاذية خاصة للجبال على مجابهة الموجة هذه اللي انتظرناها معناها، والفلاح مصابشين بها خير على المنطقة بعد مدة الجفاف اللي شهدتها المنطقة في الأيامات الأخيرة. كانت في 2019 كما ذكرنا أنه تقريبا موجة الثلج كانت كبيرة برشا، وكان فما غلق معناها لعزل تماما لتيلة والعمادات نتاعها. اليوم بحسب المعطيات المتوفرة عند هل انه تنجم تتواصل موجه الثلج هذه، تنجم تكبر اكثر خاطر وصلنا معناها المرحله الثلج التونسيه في حد ذاتها وفريقها تحاز دهن الليله كامله في تالا، نجم نوصل للمرحله هذيك؟ اكيد احنا في 2019 كانت معناها الكميات كبيره من الثلوج.
الخروج، ولكن المره هذه حسب البلاغ ماهيش باش توصل كميات كما 2019، ولكن احنا خذينا كل الاحتياطات اللازمه باش ما تتعطلش حركه المرور خاصه على طريق الوطنيه 17 او المسالك المؤديه للعيون او حيدره او المعتمديات المجاوره. دونك المسالك الفلاحيه زاده موجوده على ذمتنا، برنامج كامل للتدخل على مستوى هذايا بالتعاون بين التجهيز ومصالح البلديه ومصالح الفلاحه ومصالح كما قلت لك المصانع الخاصه المتصله بالجهه. دونك باذن الله ما تصيرش عندنا حتى اشكاليه حتى ولو تراكم الثلوج، عندنا خذينا الاحتياطات اللازمه لمواجهه الموجه هذه. شكرا لك سيد جوهر شعباني رئيس اللجنه المحليه للمجابهة لتفادي كوارث مجابهتها ومعتمد تيلا. طبعا زياده هذه الاجواء نشوفوا انه فما تواجد لتركز لقوات الحرس الوطني لتسهيل حركه المرور في الطريق الوطنيه عدد 17 اللي ممكن تشهد انزلاقات باعتبار الثلوج اللي بقيه تتساقط حاليا. ايضا عندنا فرق الحمايه المدنيه وفما معناها انعقاد متواصل للجان المحليه واللجنه الجهويه لتفادي الكوارث ومجابهتها للاستعداد لتفادي او لتفادي الاخطاء اللي صارت في فترات سابقه ولتجاوز فكره عزله المواطنين في المناطق الريفيه. ان شاء الله يكونوا الناس كلها بخير وين ما كانوا، وان شاء الله ايضا تكون موجه الثلج هذه معناها بشره خير لفلاحي الجهه والقطاع الفلاحي ككل بكامل ولايه القصرين. يعطيك صحة نادية، شكرا لك على هالتأمين الخاص جدا للربط المباشر في ظروف المناخية اللي شاهدتها الكل على الشاشة. تحياتنا ليك للهيكل المحلية والسلطة الجهوية الكل اللي ان شاء الله يكونوا قائمين بالواجب على احسن ما يرام، وتحياتنا خاصة للاهالي ونقول لهم راهو الثلوج والامطار مهما كانت فهي كما قلت انت نادية بشرة خيرا.